السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظمت شبكة الصحفيات الموريتانية دورة تكوين في نواكشوط بالتعاون مع السفارة الفرنسية بموريتانيا بهدف تحسين خبرات الصحفيين حول موضوع الهجرة. ويشارك في دورة التكوين صحفيون يمثلون مختلف الإذاعات والتلفزيونات الخاصة والرسمية بموريتانيا. خرج المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مسيرة بنواكشوط وصفت بالحاشدة، اختار لها شعار معاناة شعب وفشل نظام. وأكد رئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البحبيني أن المنتدى متمسك بالحوار كخيار سلمي لإخراج البلاد مما وصفها بالأزمة التي تعيشها، شرط أن يكون جادا وأن يفضي إلى نتائج من شأنها معالجة الأزمة وفتح الباب أمام التداول السلمي. من ناحية أخرى، قال حزب التكتل للقوى الديمقراطية في بيان صادر عنه أنه غير معني بالمسيرة التي نظمتها بعض مكونات المنتدى الوطني للديمقراطية. وقال البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب التكتل إن المسيرة جاءت ضمن جملة من القرارات لم تكن محل إجماع من طرف المنتدى. كما أصدر حزب التناوب الديمقراطي إناد بيانا قال فيه إن مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لم تكن محل إجماع، كما هو الحال بالنسبة لقرار لقاء الأمين العام للرئاسة الموريتانية، وذلك طبقا لنص المادة 13 من الميثاق التنظيمي للمنتدى. وبناء على ذلك قطع الحزب المسيرة واعتبرها لا تعبر عن المنتدى ولا تمثله. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله، أطيب المنى.